الكثير من الشائعات تناقلها رجال الحرس القديم في النظام العراقي عن السطوة والقوة التي كانت تمثلها عائلة الرئيس، وكيف كان أقرباؤه يمثلون مراكز قوى داخل النظام. لكن أحياناً قد تصل المواجهات بين رجال النظام وعائلة الرئيس لطريق مسدود، فلا يتم التعامل معهم في وقتها، وبعدها تخرج بعد ذلك التصريحات التي تعبر عن وجهات نظر رجال الدولة في رجال الرئيس. فما الذي قاله مثلا طارق عزيز عن حسين كامل المجيد صهر صدام حسين؟ ولماذا وصفه بالجاهل الطامع؟ وأسرار أخرى كشف من خلالها دوائر صنع القرار. يبدو أن عداء تاريخيا كان يحكم العلاقة بين وزير الخارجية العراقي طارق عزيز ووزير التصنيع الحربي حسين كامل المجيد، ما جعل طارق عزيز يصفه بأنه جاهل طامع، في إشارة إلى تدني المستوى التعليمي لحسين كامل المجيد، ورغم ذلك حصوله على الحظوة من الرئيس صدام لدرجة جعلته يزوجه ابنته رغد رغم رفض العائلة لهذه الزيجة غير المتكافئة. وفي سياق آخر وصف طارق عزيز حسين كامل المجيد بأنه سرطان يستشري في النظام العراقي، وأنه أحد أسباب انتكاسة هذا النظام. ولا شك أن حادث إنهاء حياة المجيد كان بمثابة إشفاء لغليل كل كارهيه، خاصة طارق عزيز. العداء الذي اكتنزه رجال النظام لرجال صدام المقربين منه لم يقتصر على وزير الخارجية طارق عزيز تجاه حسين كامل المجيد، بل امتد ليطال عدي صدام أيضا الذي هدد ابن أخته وأيضا ابن حسين كامل المجيد بإنهاء حياته، وحدث ذلك في جلسة عائلية عادية أثناء تناول الغداء. ويبدو أن الأمر تحقق بعد ذلك بفترة قصيرة حين هرب المجيد إلى الأردن ثم عاد مرة أخرى إلى العراق، وتم إنهاء حياته هو وأفراد من عائلته. ظلت علاقة صدام بحسين كامل المجيد محل تعجب واستغراب واستهجان من العديد من قيادات الدولة، ما جعل طارق عزيز يؤكد أن هناك أسرار في هذه العائلة لا أحد يمكنه سبر أغوارها، متهما صدام بتقريب أشخاص لا يستحقون أن يحصلوا على أي مزايا، مفضلا مسألة الولاء وأهل الثقة على أهل الخبرة والكفاءة. وفي سياق انتقاد عزيز في إحدى مقابلاته الصحفية لعائلة الرئيس والقوة والسطوة التي كان يحظى بها أفراد العائلة، اعترف عزيز أن عملية غزو الكويت كانت خطأ فادحا ارتكبه صدام من أجل مسألة البترول، نافيا تماما وجود أسلحة محظورة في العراق، وإن كانت توجد فيها بالفعل أسلحة حديثة ومتطورة